هل يجب الدخول في تحالف لا تعرف عواقبه الإقليمية وخطواته المستقبلية؟ خادم الحرمين الشريفين أو المخاطرة بإغضاب شريك استراتيجي واقتصادي حيوي بقرار الرفض؟ الخيار يبدو صعبا بالنسبة لباكستان، رغم تصريحات العربية السعودية المتكررة بأن باكستان عضو في التحالف الذي تقوده، إلا أن إسلامآباد لم تحسم أمرها بعد، إذ بدأت رسميا في نقاش قرار المشاركة عبر البرلمان بناء على طلب من رئيس الوزراء نواز شريف. وزير الدفاع الباكستاني حضر لطرح الموضوع. القيادة السعودية عبرت عن ترحيبها لدعم باكستان غير المشروط للحفاظ على سيادة الأراضي السعودية، وعبرت أيضا عن أملها في التحاق باكستان بالتحالف بتزويدها بالطائرات العسكرية والسفن الحربية والجنود على الأرض. خواجة آصف أضاف أن بلاده وتركيا تفضلان حلا سياسيا وسلميا للنزاع لتجنيب المنطقة الفوضى. رئيس الوزراء الباكستاني كرر عدة مرات حرص بلاده على سلامة الأراضي السعودية، كان أخرها خلال زيارته لتركيا قبل أيام، لكن شريف لم يعلن عن أي خطوات عملية. تردد إسلامآباد مرده لعوامل داخلية وإقليمية يضرب لها ألف حساب، فداخليا لم يلقى نواز شريف دعما من المعارضة للدخول في تحالف مع السعودية، أمر يضعف موقف الحكومة أمام رأي عام معارض للزج بالبلاد في حرب لا تعني الباكستانيين والائتمار بأمر بلد بعيد. مشاركة باكستان قد تؤجج أيضا توترا طائفيا داخليا، إذ يمثل الشيعة قرابة خمس السكان. لكن يبدو أن الحذر الباكستاني مرده الأساسي العلاقة مع الجار الأقرب إيران. قبول الدعوة السعودية قد يفهم في طهران بأنه انحياز واضح في أزمة تأخذ طابعا طائفيا. ويحل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في باكستان غدا في موعد حساس إذن، غير أن السعودية تراهن كذلك على باكستان القوة النووية لإظهار متانة تحالفها. الرياض تمثل منذ عدة سنوات منقذ الاقتصاد والجيش الباكستانيين بضخها لمليارات الدولارات، 1.5 مليار تم استثمارها العام الماضي. ويبقى الحل الوحيد الممكن أمام باكستان حسب المراقبين المشاركة بشكل ضعيف في التحالف دون الدخول إلى الأراضي اليمنية والاقتصار على تقديم المشورة أو حماية الحدود السعودية.